يعني كان من الواضح النهارده الثناء والمديح بخصوص الموقف والتصريحات اللي خرجت من وزير الدفاع امبارح. هل ده معناه محاوله لترميم العلاقه ما بين احزاب بتنتمي للتيار الاسلامي والقوات المسلحه، خصوصا بعد فتره طويله يعني من التصريحات اللي كانت بتصنف انها تصريحات عدائيه او فيها قدر من التجاوز؟ لا طبعا، هذا ليس ترميم، انما هو حق ننطق به ان الجيش المصري والقوات المسلحه بلا شك هي تقف مع الشرعيه ومع الثوره وضد الثوره المضاده. هناك ما ربما كان هناك من يريد ان يفسد العلاقه بين الاحزاب الاسلاميه والقوات المسلحه، او يصور للراي العام ان الجيش ضد الشرعيه وضد التيار الاسلامي. ابدا. بس هو فعلا كانت التصريحات اللي بتصدر عن احزاب منتميه للتيار الاسلامي يا فندم كان فيها قدر كبير من العدائيه باتجاه القوات المسلحه، يعني هذا لا يمكن، هذا امر لا يمكن انكاره، كانت تصريحات صوت وصوره ونص. انهم لا يمثلون كل التيار الاسلامي، ربما افراد، ربما احزاب يعني قله، لكن لا يمثلون التيار الاسلامي في تصريحاتهم. التيار الإسلامي لم يقف في دائرة العداء مع القوات المسلحة التي نرى أنها الدرع الحامي للوطن وأنها المنوط بها حفظ حدود مصر. كل ما كنا نعترض، ومعنا كثير من السياسيين، على انغماس القوات المسلحة في السياسة، لكن القوات المسلحة هي الدرع الواقي، وهذا باتفاق كل القوى السياسية. هناك من يريد أن يعبث بأمن الوطن، ويريد أن يفسد العلاقة، ويريد أن يقفز على الشرعية وعلى المشهد السياسي، سواء بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو من خلال دعم حركة التمرد، وكلها أمور مرفوضة جدا، سواء من الجيش أو من القوى الوطنية الإسلامية. هذه دعوة للفوضى بلا شك. طيب. نحن نقف دكتور على الحق ونثني على الحق، وليس في إطار المديح أو المزايدة. سؤال أخير دكتور خالد، فيما يتعلق بالمطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ عمر عبد الرحمن، كان في أكثر من تصريح خرج بشكل مباشر من الإدارة الأمريكية قبل كده من شهور في الحقيقة، ويتكرر يعني من فترة للتانية، بأنه الشيخ عمر عبد الرحمن محكوم عليه في قضية تتعلق باتهامات مرتبطة بالإرهاب، ومن رابع أو سابع المستحيلات حتى أن يتم الإفراج عنه. ليه تجددت المطالبة النهاردة في أي نوع من الجديد؟ أولا حضرتك تجددت لأن هناك من رحل من إيطاليا، وهو الشيخ أبو عماد، قضية مماثلة بالمثل للشيخ عمر، تم تلفيق له تهم وزد به في السجن لمدة 3 سنوات، وجاء مرحلا من إيطاليا. القضية أخي شريف أن أمريكا والغرب كانوا يدعمون نظام مبارك الاستبدادي، وكانوا يتنفلون بمطاردة الدعاة الإسلاميين وقيادات الجماعة الإسلامية تقربا لنظام مبارك وإعازة من مبارك. نحن نقول للأمريكان، قضية الدكتور عمر ملفقة من الألف إلى الياء، وعليها أن تصحح وتراجع موقفها من دعم أنظمة استبدادية فقدت شرعيتها منذ سنوات وسقطت بفعل الشعب المصري. عليها أن تصحح وتراجع نفسها بعد سنوات طويلة من دعم الاستبداد. نحن لسنا في خصومة لا مع أمريكا ولا مع الغرب، نريد أن تراجع أمريكا موقفها وتفرج عن الشيخ. بس اللي حضرتك بتقوله ده نقطة مهمة برضه، لما حضرتك بتتكلم ومتحدثا عن حزب البناء والتنمية، ومتحدثا أيضا عن الجماعة الإسلامية، بأنه أنتم لستم في خصومة مع أمريكا ولا مع الغرب. بلا شك، نحن نؤمن بتواصل الحضارات وليس صدام الحضارات. نحن أخي شريف نحمل الدعوة والخير والرحمة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. من حقنا أن ندعو هذا العالم كله إلى الرحمة التي جاء بها محمد، ولا ندعوهم لا بعنف ولا غير ذلك. موقف هذا مهم. أمر مرفوض وبعيد عن منهج الإسلام، ولكن المنظومة الإعلامية السابقة والغرب يريد أن
ان يشوه صورة الاسلاميين واننا في خصومة ابدا. بس حضرتك عبرت يعني دلوقتي عن الموقف بشكل واضح، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور خالد الشريف المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي او الجناح السياسي اذا جاز التعبير المعبر عن الجماعة الاسلامية في مصر، شكرا جزيلا يا فندم. النهارده البورصة سجلت ارتفاع